لما نيجي للسيرس انتيرور، السيرس انتيرور عضلة مهمة جدا، يعني بتيجي دايما في الامتحانات ومهمة جدا جدا، وهنعرف اهميتها دلوقتي. السيرس انتيرور بتطلع من ال باي 8 ديجيتيشن، يعني ليها 8 صوابع، صباع 2 3 4 5 6 7 8، فهي ليها 8 صوابع. دي باي 8 ديجيتيشن فروم ذا ابر 8 ريبس، يعني هنا دي بتطلع باي 8 ديجيتيشن فروم ذا ابر 8 ريبس، ادي الضلوع اهي. طب فين في الريبس؟ قال لك ميد واي، يعني في المنتصف ال 8 ريبس ما بين الانجل اوف ذا ريب والكوستال كارتليج. ده الكوستال كارتليج، ده وهنا الانجل اوف ذا ريب، يبقى هي 8 صوابع يطلعوا من الثمانية 8 ريبز ميد واي ما بين الانجل اوف ذا ريب وبين الايه الكوستال كارتليج. الفيرست ديجيتيشن يطلع من الفيرست ريب والسكند ريب اهو والانتركوستال سبيس، وتيجي السكند ديجيتيشن تطلع من السكند ريب، والثيرد ديجيتيشن تطلع من الثيرد. يبقى انا دلوقتي لما ناخد السكند ريب تلاقي مسكت فيها الفيرست ديجيتيشن ومسك فيها كمان السكند ديجيتيشن اوف ذا سيريتس انتير. ده بالنسبه للايه للاورجن. الماسل دي دايركتد لاترال اهو زي ما احنا شايفين، وبتغطي التشيست وول، وتيجي تمسك في السكابلا، تمسك في الميديال بوردر اوف ذا سكابل. الفيرست ديجيتيشن اهي تعمل انسيرشن في السوبيرور انجل، سكند والثيرد ديجيتيشن، ادي السكند وادي الثيرد ديجيتيشن، يعملوا انسيرشن في كل الانر سيرفيس اوف ذا ميديال بوردر. اللور 5 ديجيتيشن تعمل انسيرشن في الانفيرور انجل، يبقى الانسيرشن انتو ذا فنترال سيرفيس او فنترال اسبكت اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا سكابولا. فيرست ديجيتيشن في السوبيرو انجل، سكند والثيرد ديجيتيشن في كل الميديال بوردر، واللو فايف ديجيتيشن في الانفيرو انجل. المصل دي النيرف سبلاي بتاعها ده هو اللي انا شايفه، ده نيرف نازل اهو اسمه لونج ثوراسيك نيرف، او بيسموه نيرف دو سيريتس انتيرو. ده ماشي على السيريتس انتيرو وبيمشي بالطول كده، وطول ما هو ماشي بيدي نيرف سبلاي لكل ديجيتيشن. اكمن لو احنا نفتكر الكلام اللي قلناه سابق، ان كان هنا الفيميل بريست او كان في الماماري جلاند، كنا احنا بيجي الجراح لما يحصل سرطان في الثدي او في الماماري جلاند بيشيل البريست من هنا، وهو بيشيل البريست ممكن يقطع النيرف ده اللي هو بيسموه نيرف تو سيريتس انتيرو. عشان كده لازم نكون متذكرين نيرف تو سيريتس انتيرو بيمشي على السيريتس انتيرو من فوق لتحتها، وده بيطلع من سيرفايكل 5 و6 و7. السيريتس انتيرو الاكشن بتاعها المسل بروتراكتس، يعني بتدفع الاسكابولا فوروردز لقدام زي اللي بيضرب بوكس، يبقى انا بروتراكتس ذا سكابولا فورورز. وبعدين ذا لور 5 ديجيتيشن روتيتس ذا سكابولا، هنا لور 5 بيعملوا روتيشن ذا سكابولا في حاله الابدكشن فوق 90 درجه، فهنشوفها بعدين. لكن هو اللور 5 ديجيتيشن بروتراكتس ذا ايه ذا سكابولا. ادي السيرتس انتيرور اهي، وادي الانسيرشن بتاعها اهو، وادي طبعا ماسكه اهو ميد واي بين الكوستال كارتج وبين الانجل، شوف مغلفه للتشيست خالص اهو. وادي النيرف سيرتس انتيرور ماشي عليها اهو زي ما احنا شايفين، لما يجي تشال في ميل بريست بيقطع هنا النيرف تو سيرتس انتير. المنظر ده ادي برضو نفس القصه، ادي ده مبين ان الفيرست ديجيتيشن بتطلع من الفيرست ريب والسكند ريب والفيرست انتركوستال سبيس، وادي السكند ديجيتيشن طالع من السكند ريب، وادي الثيرد الفورث فيفث السكس وهكذا لحد الايت ايه ديجيتيشن. وباين اهو بص ادي النيرف تو سيريتس انتيرو نازل اهو بيدي النيرف سبلاي بتاعها. طبعا احنا اتفقنا انه ده بيحصل له انجري اوف ذا نيرف تو سيريتس انتيرور، بيتقطع هذا النيرف في حالات ازاله او شيل البريست، الفيميل بريست اللي بيسموها ريموفال اوف ذا بريست، بيسموها عمليه نفسها اسمها راديكال ماستكتومي اللي هي ريموفال اوف ذا بريست. ولما يتقطع النيرف تو سيريتس انتيرور
دايما بيحصل وينجينج اوف ذا سكابولا، الديفورميتي او التشوه اللي بيحصل بيسموه وينجينج اوف ذا سكابولا. باين هنا الصوره، البني ادم بيحصل عنده ادي السكابولا اهي، ده الميديال بوردر، بيبقى بارلل للميدل لاين، يعني ده النورمال، دي الناحيه السليمه اهي، ادي الميديال بوردر بارلل للميدل لاين اللي هو الفرتبرا الكولوم اللي موجوده هنا، ده بارلل ليه. لكن في حاله بينجينج اوف ذا سكابولا بيحصل bulging او protrusion of the scapula backwards، والميديال بوردر ما بقاش parallel للميدل لاين او بقى مايل اهو، وده اللي بنسميه winging of the scapula. scapula بتبقى عامله زي الجناح، يبقى زي الجناح بتاع الطير هنا كده، عشان كده بيسموه winging of the scapula. ده بيحصل لما يحصل injury to the nerve to the serratus anterior.